تقاسموا انتو التنتين؟ نتقاسموا؟ ماشي رح نتقاسموا، كتير عجبتني الفكرة. يعني عن جد حبيتي؟ ايه حبيته كتير كتير. تعرف بدي اقول لك شغلة، انا بالاول فكرتك شخص جامد بس تغير رأيي، صار في لك مكان بقلبي. اليوم اثبتت لي انك شخص كتير شجاع وراقي كمان. لعلمك البنات بيحبوا الالماس، لهيك انا حبيت هالخاتم كتير. مرحبا خالتي، قلت بيجي بشوفكن، يلا برجع بعدين. هدي اختي هو جاب الخاتم لك. شو صار لك؟ مبين من عيونه انه غرقان. هو جاب هالخاتم لك، خليه معك، بس ارجوكي لا تنسي، لا عاد تخوفيه ابدا. صحيح هو اليوم ما قدر يقول لك بحبك، بس لا تخافي بيقول لك اياها بعد العرس. انا رايي بيقول لك حبيبي. ارفين زين شو صار؟ اعطيتها الخاتم؟ لك ايه؟ اعطيتها الخاتم لبلبل؟ متأكد؟ اعطيته لبلبل بشكل مباشر؟ يعني فيك تقول هيك شيء؟ كيف يعني هيك شيء؟ قصدي فرجيت الخاتم لبراكيا. بس انت قلت وبعدين اعطيت الخاتم لبلبل، جربته بس ما اجى على مقاسها. ايه بس اجى على مقاس براكيا وقالت لي انه رح تدبر حالها. يلا سوري مشي. متأكد انه ما حدا شك بالقصة؟ لك بشو بدهم يشكوا يعني؟ بلبل سألتني وانا جاوبتها وقلت لها اني جبت الخاتم مخصوصي لها. يا سلام عليك لكن. بس يا فهمان انت طلبت ايد بلبل بوجود براكيا، قصدي لا تنسى انه هي بتكون اختها الكبيرة. ايه شفت؟ اكيد هلأ بتكون خجلت بلبل. ايه والله يعني هي خجلت بس شوي. ايه. طلعت حواليها وضحكت وبعدين اطلعت فيني وقالت لي ايه. انا حبيت هذا الشيء كتير نيه. عن جد بجنن. وقالت لي كمان شو قالت؟ قالت لي إنه صار في إلي مكان بقلبه. عن جد عم تحكي؟ لك أنا قلت لك إنه كل أمورك زبطت، ما في داعي تخاف. يلا 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 يلي ساويته مانو قليل أبداً، بدي عزيمة مرتبة لا تنسى. ها يلا خلينا نمشي. عم تفكري بسورش واللي عمله؟ هو شايفتيني عم بشتغل؟ لا تستحي أبداً، وصلت القصة للخاتم، شو بدك أكتر؟ هو جاب الخاتم لألك، يلا مين حطيهم جوا. ليش لحتى يجيب لي الخاتم؟ آه أكيد جاب لي الخاتم لأني بضل بهدله. لا 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 لا، جاب لي الخاتم لأني بضل اتمسخر عتيابه. لا مو هيك كمان، أكيد جابه لأني بنكد عليه، هذا السبب مو هيك؟ أختي أختي هو جاب لك الخاتم إلك، بس تلبك شوي وعطاني الخاتم بدل ما يعطيك إياه. انت بتعرفي انه صارش كتير بيحبك ما؟ اتركيني اشتغل. حفلة عرسك وقتها كان كتير مزعوج، ولا تنسي انه دائما كان يحل مشاكلك وكأنهن مشاكله، وكمان كل يوم الساعة 10 لازم يشوفك مشان يمسي عليكي مثل الافلام. خلاص اسكتي. بتعرفي صارش مانو انسان جريء، بس هو بيستغل اي فرصة مشان يلفت نظرك. انا عندي شغل كتير بدي اروح. استني شوي اسمعيني.